السلام عليكم متابعينا بكل مكان. زي ما شفتوا فعليا العنوان صحيح، الحمد لله رجع لحساب الفيسبوك زي ما احنا شايفين، وكذلك ضفت حسابي القديم اللي استرجعته لحسابي الجديد، ولقيت بيني وبين حالي اصدقاء مشتركين 46. يعني بتعرفك لما تكون انت وحالك بتلاقي شغلات كثير مع بعض. المهم في كان اصدقاء مشتركين، والحمد لله وصلت لحسابي. راح احكي لكم الطريقه، لكن اول شيء خلونا نحكي لكم الموضوع كامل حتى تعرف حجم المشكلة وتعرف كيف تتصرف، ما ينضحك عليك من أي شخص آخر عن طريق استرجاع الحساب من خلال فلوس، سواء كان فيس أو انستغرام. طبعا هاي مشكلة عامة على شركة ميتا نفسها اللي هي الفيسبوك والانستغرام، انتشرت الفترة الفاتت وعملنا عنها فيديو وحكينا عن تقرير نشرة وول ستريت جورنال إنه في اختراقات من داخل شركة الفيسبوك. فتخيل انت لوين المصيبة. للي ما بعرف، الفيسبوك من اكثر التطبيقات امانا، يعني اكثر سيكوريتي عالي على تطبيقات الفيسبوك والانستغرام الموجودة عندنا. فتخيل لما حدا يخترق لك هاي الحسابات، وخاصة لما تكون مش من شخص اخر، يعني اذا مخترق كان غريب بده يخترق جهازك او يخترق الفيس تبعك او حسابك، راح يجد صعوبة كثير، راح يتغلب وعلى الأغلب مش راح ينجح. لكن المشكلة وين؟ المشكلة من داخل موظفين الشركة نفسها، يعني اللي بضغطة زر بيقدر يغير لك رقم الباسورد أو يخترق حسابك أو يأخذه إله. وهذا اللي صار فعليا. طبعا اطلعنا على التقرير كامل. بداية القصة كيف صارت؟ إنه في عنا أشخاص راحت منهم حسابات أو عملوا إيقاف لحساباتهم مؤقتا بغرض طالبين بيانات زيادة، يعني مثلا ابعث لنا تعريف خاص لك، ابعث لنا دوكيومنت معينة تبعث لهم إياها برجعوا لك حسابك. بس هذول أشخاص شوي مهمين ومش سالين ومستعجلين على الحساب كثير، فصاروا يجدوا قنوات داخل فيسبوك. مين وجدوا؟ وجدوا عمال أمن بيشتغلوا لصالح شركة أخرى في شركة ميتا. بنفس الوقت موظفين من داخل شركة ميتا هذولا متعودين أو إلهم صلاحيات كثير عالية، لأنه أصلا شغلهم يساعدوك كيف ترجع حسابك. يعني بيقدروا يفوتوا على الباسوردات، بيقدروا يفوتوا على حساباتك، إلهم صلاحيات كثير عالية. وهذول هم للأسف نفسهم اللي كانوا متورطين في الموضوع، وهم كانوا يأخذوا رشاوي، وهم كانوا يعملوا هاي المشاكل كلها. طبعا تتخيل حجم الكارثة. هذول أشخاص زي هيك داخل الشركة هم اللي بيخترقوا، يعني زي ما بحكي المثل حاميها حراميها، هم اللي كانوا يخترقوا حسابات الزباين. للأسف مش وقفوا انهم فقط ياخذوا من الناس ورجعوا لهم حساباتهم، لما شافوا الموضوع سهل وحلو عندهم حكوا لك تعال ما فيش ناس حساباتهم مسكرة خلاص احنا بنسكر. صاروا يفوتوا على الحسابات يخترقوها يغيروا الباسورد يطلبوا منك فلوس حتى يرجعوا لك حسابك. يعني شوف لوين وصلت الوقاحة فيهم، وصلت انهم هم يسكروا الحساب او غيروا الباسورد يطلبوا منك فلوس. طيب هسه احنا حكينا عن المشكلة وعرفنا حجمها وكم هي كبيرة. ليش انا حكيت عنها؟ لانه صراحة لما عملت الحلقة الماضية اجاني كثير ردود وجاني كثير اسئلة، من بينهم شخص عزيز علي بيسألني هل ادفع ولا ما ادفع، وكثير ناس عارضين عليهم انه رجعوا حساباتهم بدون مبلغ او بمبلغ معين عفوا رجعوا لهم حساباتهم. وأنا وصلني تسجيلات كثيرة، وللأسف بكل وقاحة بيجي بيحكي لك إنه بنرجع لك حسابك، وإذا ما عرفنا نرجع إحنا راح نعطيك حساب عليه 20,000 30,000 5,000 متابع بدل حسابك. طبعا أول شيء الحساب هذا غير قانوني، يعني الحساب مش إلك. والإشي الأهم حسابك نفسه، أنت نفسه حسابك لو رجعوا لك إياه يعد غير قانوني، واحتمال يرجع وسكروا لك هي إذا اكتشف هذا الإشي. لأنه أصلا قبل ما الوول ستريت جورنال تنزل المقال كان مصرح أندي ستون اللي هو الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إنه أي شخص بيشتري حسابه حتى لو حسابه الشخصي، يعني أنت رحت اشتريت حسابك الشخصي وباسمك وموثق وهويتك رحت دفعت لهم فلوس، هذا من خلال التحقيقات اللي لا زالت مستمرة لغاية الآن بيّن أنك أنت مشتري حسابك، فهذا إشي غير قانوني تلاحق عليه إذا كنت داخل الولايات المتحدة، وخارجها معرض أنه يرجع ويسكروا لك الحساب بشكل نهائي.
يعني بكل وقاحة بطلب منك فلوس وبحكي لك أنا عندي أشخاص داخل الشركة وبرجع لك حسابك. الآن لو مارك زكربرج نفسه CEO رئيس شركة الميتا نفسها داخل وبعرفك ما راح يرجع لك حسابك، لأنه صارت عليها ضجة كبيرة، وأصلا أسهم الميتا كلها في تراجع، فما بنصح أي حدا يدفع فلوس. طيب أنا كيف رجعت؟ بدأت القصة، أنا أصلا كنت أكثر شخص مهتم لأنه عندي داتا كثير مهمة وقديمة، وبنفس الوقت كنت بادي قناتي جديد وبلش تزيد المشاهدات عندي، فللأسف خسرت كل متابعين وأصدقاء وبطلت أقدر أنشر على الفيس، فكنت مهتم كثير بالموضوع هذا. طبعا اللي عملته زي ما احنا شايفين، بنفوت هنا على الطريقة القانونية إعادة تفعيل الحساب مساعدة، بحط لهم الوثيقة اللي طالبينها، وهان ملاحظة كثير مهمة كثير كثير مهمة، لا تحط لا هوية ولا جواز سفر. هم طالبين منك أي بطاقة يكون عليها اسمك رباعي وصورتك فقط لا غير، يعني مثلا بطاقة مسبح، بطاقة جيم، رخصة سواقة، مع أنه أنا لا أفضل كمان تحط الرخصة، لكن حط أي بطاقة غير رسمية تكون فقط اسمك رباعي وصورتك فقط، لا تحط بطاقة عليها رقم وطني ولا عليها رقم جواز سفر ولا أي معلومات. بتدخلها بتعمل انتر زي ما احنا شايفين، إما بطلع لك إنه فيش موظفين كافين بسبب جائحة كورونا، أو بيحكولك والله تم قبول طلبك، أو مثلا برجعوك على نفس الصفحة. بدك تضلك تحاول، يعني هاي ما بقدر أحكي لكم إياها، أنا شخصيا إلي أسبوعين بعاني وعندي أكثر من حساب مسكر. هذا الحساب ظليت أسبوعين كل يوم أفوت حساباتي كلها أحاول، كل يوم أفوت حساباتي كلها وأحاول. بعد أسبوعين الحمد لله فتح عندي هذا الحساب، وإن شاء الله باقي حساباتي راح تفتح، راح أرجع أنا أعملكم حلقة أو أحكي لكم الطريقة، بس هي الطريقة نفسها ما في عليها تغيير. أما الحل الأخير لأي شخص مستعجل بده حسابه، راح تحكي لنا سكرتها بوجهنا هيك، يعني لا بدك ندفع فلوس ولا الشركة رادة علينا. لا، الحل الأخير والأأمن إذا أنت مضطر جدا على حسابك تعمل حساب جديد زي ما عملت أنا. أنا عملت حساب جديد، ضفت عليه أصدقاء إلي، وظليت أستنى وأحاول في الحسابات القديمة لغاية ما فتح واحد منهم. فأنت نفس الشيء حاليا، ما لك إلا حساب جديد، مشي عليه أمورك، مشي شغلك، تضيف الناس اللي بتعرفهم. أنا معك والله، أكيد راح تغلط كثير، راح تنسى كثير شغلات مهمة، وراح أشخاص صعب إنك توصلهم، لكن هاي أمن طريقة حاليا، تعمل لك حساب مشي أمورك فيه لغاية ما يرجع حسابك. بالنسبة لحسابك إن شاء الله ما راح يطول، أنا أول ما أفتح حساب الجديد كمان راح أذكركم إن شاء الله. وأي شخص عنده استفسار أو أي سؤال بيقدر يبعث لي نتواصل معاه. أهم شيء تنسوش تشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.